جواب استجواب استجواب خالد سيد والسيد هاشم السيد احمد الرفاعي بيسوي استجواب هذا الاستجواب الحلو مدته 10 دقائق الاستجواب بعدين راح يروح الماء الله مدد 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 ماي وجعلنا من الماء كل شيء هذا استجوابي 5 دقائق وبس لا ما في مشكلة الماء هذا الماء المطر سبحان الله هذا استجوابي الله يا رب يا رب يا رب يا رب القضية وما فيها ان تكرمون البوالع ما تتحمل فسبحان الله شوفوا والناس فرحانين رايحين راجعين على قولتهم سوالف سبحان الله ويغسلون توايرهم وكله للحين تبرق وترعد يا رب يا رب الحين عاد تصير طنطنة وشلون ولجنة التحقيق وشكلوا اللجنة واجتمعت وحطوا لها امين سر ويجيب الحبيب رفيجنا وخلى مدير اللجنة ويلا يبقى خصصوا لهم مخصصات مالية وخلوهم يستانسون شوية وبعدين نرشح وكيل وهذا ولدنا وهذا نسيبنا وهذا عزيز علينا وهذا ولد عم خالة ابونا وهذا صوفي صوفي ما يحصل منصب اي والله سبحان الله امر الله يعني الله سبحانه وتعالى يجيب المطر من السماء الى الارض اي والله بركات نار تكبير نار رسالة الله نار حيدري الله 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 استجواب احس تقويبك وسخت القزمه تبعتي شلون اقدم فيك الله الله يا الله 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 يا رب 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 اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب يا رب يا الله يا الله اللهم اسالك وجهك الكريم دعاء المطر ونسالك وجهك الكريم والفردوس الاعلى ورئاسه نبيك الكريم ونسالك من رضاء الوالدين نسالك من الخير كل عاجل عاجله ما علمنا منه وما لم نعلم الله 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 هذا يعني كلش الله مستن الله اكبر اللهم يا رب توفقنا توفق دولة الكويت امير الحكومة وشعب منهم مخيمين المهم انا ارخت لكم اياه اليوم 15/11/2023 الموافق 1 جماد الاول 1445 اليوم الساعة الحين تقريبا 8:30 الله ما يوسخ على قولة الكويتيين الصيانة الاربعاء يا رب يا رب يا رب انه يكون هناك شوفوا خف من هناك لانه بدا ينزل خلاص على قولة الكويتيين يقولون ينشل المهم احنا نقول لكم موفقين ان شاء الله وزيادة الرواتب قادمة ان شاء الله امتيازات ولا تنسون غير الكويتيين اسقطوا قانون 60 خلوهم يرجعون الى دولة الكويت امنين وساعدوهم وساعدوا البدون وكل المحتاجين يا رب نشوف الامور الى خير وللحين للحين ما في وزير اشغال يا رب انه يعني بالوكالة انه يجي وزير اشغال ويشغل كل الرجالة والنساء على الحلال يا رب هو الوزير شنو بيده مسكين يعني حتى لو تجيبون رجل آلي ما راح يقدر يسوي شيء كل خطة عمل ولها سلبيات وإيجابيات وهذه خاطرتي اليوم كلها إيجابيات وكلها سلبيات وفي إيجابيات في سلبيات شنو السلبيات شنو الإيجابيات يا رب العلم عند الله ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يا رب المطر بو مجدي المطر تعال هون انت مطر نعمة اي والله باعتبارك متصوف شنو حكمة الله بهالمطر هذا هذا بقول لك استغفر الله انه كان غفارة اي والله يمطر عليكم السماء مدرارة نعمة نعمة يا رب يا رب هذاك عام علم الكويت وراح اختتم فيه قاعد يرفرف رفرف في عالم بلادي الله وقش والوادي ابو مجدي اشد مطره اجت على الكويت ولحقتها 200 11 في 2000 و 11 وشكرا